انا لوحدي هلا بس رح لكم مين معي. انا عندي اثنين بسميهم اخواتي من سنه 89 يلي كان بيشرفني انه يكون حدهم واداره اعمالهم، وكانوا مميزين عن كل الفنانين. لينا وليدا بطرس، انتو احبائي وانا بحبكم كثير لانه انتو اخواتي، وانا كثير 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 انبسطت انه شفتك يا نينا، وكان امنيتي اشوف حبيبه قلبي اختي ريدا. انت معزتك وحبتك كتير عن بولا بحيرات، الله بيشهد شو بحكي عنكم. انتو الفرق صرتوا لانو كنتو مميزات ما في حدا مثلكم. حبيبي مش يعني شو هالكلام الحلو، بتشكرك والله معزتك بالدنيا، وكل ما بشوفك قول عن جد احلى ايام كنا سوا، كان كله مجنن، رحلتنا سوا كانت كتير حلوه وناجحه. بس بحب لكم، هو انا عندي خيبه لبنان، كل ما بجي على طول هو ماي سبورت وماي ايفريثينغ هون بكل شيء، بالفان بالخي كخي بالسند. عن جد I respect him so much, I love him so much, he's so very special. عن جد بول الله يخلي لي اياك، نحن مشوار طويل سوا ان شاء الله forever حبيبتي.